قال لك خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. بغض النظر عن الجمله الغريبه دي، بس خلينا نقف وقفه كده ونرجع خطوه لورا قبل ما يتفرقوا الخالات بشويه. في اي عزومه، اي تجمع عائلي، اي قعده، وانت قاعد كده بتلاحظ مجموعه انواع من قرايبك لا يمكن تخلو منهم اي عزومه. اكتر نوع بياخد العين، بيشد الانتباه في عزومه القرايب دي، بتبقى خالتك القائم باعمال رئيس مجلس اداره بنك الطعام. دي اللي بتلم كل الاكل اللي فاضل من العزومه، الحلو والحادق، الناشف والسائل، السخن والسائع، الاخضر واليابس، وتعمل طبق كبير لاشرف يا حبيبي اللي ما جاش معاها، وتبقى متاثره قوي، عارفه بترص الاكل كده في الطبق عشان اشرف يا عيني قلب امه وبتاع، عماله تعمل له علب. الملفت للنظر ان اشرف ده عمره ما بيجي معاها اي عزومه من اول ما انا اتولدت، ودايما يا حبيبي ما بيقدرش يجي لسبب ما. يا حبيبي يا اشرف شخصية أسطورية والله، يعني لدرجة إن إحنا بدأنا نشك في وجوده من الأساس. في بقى قريبك المحقق يبدأ يسألك عن خططك في المستقبل. مش هتشتغل بقى بدل ما أنت قاعد كده؟ أنا اشتغلت يا أونكل. طب مش هتترقى بقى بدل ما أنت شغال كده؟ لا أنا لسه مترقى من أسبوعين يا أونكل. طب مش هتعمل ماجستير بدل ما أنت جاهل كده؟ ما أنا هناقش الدكتوراه الخميس الجاي يا أونكل. طب مش تخطب بقى ولا أنت اتجوزت يا أونكل ومعايا يوسف وجمانة يا أونكل؟ طب مش تطلق بقى على شغل المحامي ماشي في إجراءات الطلاق يا أونكل؟ مش عارف تعمل إيه؟ مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل، محبط محبط جدا. هو أصلا ما كملش تعليمه ومرفوض من شغله، والديانة بيطاردوه، وعمتي رافعة عليه قضية خلع، وجاي يحسسني أنا إننا فاشل. في طبعا قريبنا اللي مهاجر كندا بقاله 25 سنة وجاي بقى الأجازة اللذيذة، فقاعد في العزومة متجوز خواجاية غالبا، بتلاقي وشه مورد كده ويتكلم عربي مكسر، ومخلف بنتين مسميهم أسامي عربية جدا من باب الحنين إلى الوطن. تلاقيه عنده زليخة وزبيدة، فاهم، ويقولهم بالتشكيل طول الوقت. وتلاقيه جايب هو جاي هدايا مش منطقية خالص، يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم تنس بالكور، أو جايب لمامتك مايو صغير، وجايب لك مضرب بيسبول أبوك يضربك بيه بعد كده عشان يعني ده بيبقى استخدامه غالبا. عندك طبعا مرات خالك مدام نظيفة، لا منظمة قوي، الفل قوي، قرفانة قوي، دي اللي بتسلم عليك بترطوفة ايديها كده وبعدين تشم ايديها، لو بوستها تقوم مسحة البوسة على طول وش قدامك كسبش، تمسك كل حاجة بمنديل، الموبايل، النظارة، المفاتيح، تحس انها هتاخدهم ترفع من عليهم البصمات. وفي طبعا في اي عزومة الاتنين الستات قرايبك المتنافسين، دول اللي بيحولوا الصالة في كل مرة يتقابلوا فيها لصالة مزاد علني. واحدة تبدأ تقول مش تباركوا لرانيا جابت 95%، التانية بقى مبروك يا روحي عمر كمان جاب 96%، ما هي رانيا 97% بالحافز الرياضي واتخطبت كمان، ربنا يتمم بخير، عمر كتب كتابه الخميس اللي فات بعد ما اخد بطولة الجمهورية في الجمباز، طب رانيا عملت ازاي ده، وعمر بيغسل كلية مرتين في الاسبوع، ايه في ايه يا اخوانا، الله يسامحهم بتوع برامج المسابقات اللي كلت دماغه دي ليه كده. في العزومة برضو قريبك المكسل، ده اللي تلاقيه دايما مجعوص على الكرسي كده او نايم على الكنبة في وضع سقوط حر، يعني كأنه لسه واقع من السقف او من الدور الرابع حالا فرشح كده. قريبك ده اول ما يشوفك معدي قدامه لازم يقفش فيك ويطلب منك طلب رخم وهايف في نفس الوقت. حماده حبيبي والنبي على وقفتك كده هات لي نص كوبايه 7 اب مع عود نعناع من الجنينه من هنا. ابو حميد وانت لابس كده اخطف رجلك لحد عربيتي تحت، طلع الغطا من الشنطه غطيها كويس، وهات لي كل الريموتات هنا جنبي، وهات لي طفايه من المطبخ ولف لي سجاره، واعدلني كده اعدلني في القعده عشان انا مكسل. ده اللي بابا بقى يرجع يقول لك في قعده عتاب كده تسالش على عمك فلان ليه يا بابا، ما هو من عمايله يا بابا، انا لو قلت له ازيك هيبعتني السلومه اجيب تين شوكي مثلا. في بقى العم او الخال المجوداتي، او ممكن نسميه نوستالجيا مان، حب قوي الحته دي، ده وظيفته انه يكرهك في الايام اللي انت عايشها دلوقتي. تقول له مثلا فلان قريبنا كسب النهارده الحزام الاسود في الكاراتيه، يقول لك يا ولا انتوا بتشوفوه ده كاراتيه ولا اللي بتشوفوه ده حزام ولا الاسود ده اسود اصلا، طب الاسود ايه اعمل ايه، ما الاسود ده لون يعني هيتغير ايه، هيتغير ايه بمرور الزمن، هو عايز يحبطك وخلاص. ده انا وانا في سنك كسبت 5 حزمه في بطوله واحده، كان زمان بطولات. بغض النظر عن كلمه حزمه اللي هو بيقولها دايما دي اللي بتبين ان هو ما يعرفش الفرق بين الكاراتيه وعبد المنعم ابراهيم، بس هو مصدق نفسه جدا. لو قلت له مثلا ايه انا جبت 100% في التاريخ، وبتقول لك يا هو اللي انتوا بتدرسوها دي تاريخ غيروه حضرتك، يعني عملوا ايه، ممكن يعلي على نفسه يقول لك يعني هي ال 100% دي 100% بتاعتكم بتاعت اليومين دول، على فكره ده رقم ثابت. تقول له انا اتقابلت في ناسا وهسافر الفضاء، يقول لك يا هو اللي هتشوفوه ده فضاء، فين الفضاء بتاع زمان والحاجات الحلوه. بس ارجع واقول لك برضه اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد طبعا، واحنا بنحب اهلنا زي ما هم كده بكل غرابتهم وامراضهم، حتى امراضهم غريبه برضه، يعني اقول لها يا ماما تقول لي جاك مو، اقول لها يا بابا يقول لي جاك باو، او يا عم يقول لي عم الدبب. تخيل بقى حالتي وانا خارج من عزومه القرايب دي عندي مو وبو وعم الدبب، منظر غريب بس قرايبي وبحبهم.